زي ما قلت لكم المستحقات بحسب الكابتن سيد حفيظ هتقف لحد ما النتائج تتحسن ده بالنسبه للاعبين وفي غرامات دي معلومه كمان زياده في غرامات على بعض اللاعبين اللي شافوا من الجهاز الفني النهارده ان هم اثروا او كان عندهم اخطاء اثرت على نتيجه المباراه الناحيه الثانيه عشان نديله حقه عشان نديله حق كابتن علاء عبد العال عمل مباراة محترمة جدا محترمة جدا خد بالك اللي اتفرج على المباراة الداخلية في الشوط الأول وهو مكتمل العدد الشوط الأول تحديدا كان له محاولة أو اتنين على المرمى والعكس ما كانش موجود عند النادي الأهلي الداخلية لعب مباراة اه فيها حرص دفاعي كبير بعدد الكابتن علاء عبد العال بس برضه كان فيها تحولات هجوميه خطيره جدا على النادي الاهلي تحديدا في الشوط الاول. الشوط الثاني دفع مارسي كولر باوراقه الاساسيه دفع بثلاث لاعبين مع بدايه الشوط كان النادي الاهلي بيضغط كثيرا جدا على الداخليه قدر يسجل هدف عن طريق كهرباء بعدها في لاعب اطرد من الداخليه وتصورنا جميعا انه خلاص الداخليه رمت المنديل فرقه الداخليه رمت المنديل والحقيقه انه ده ما كانش صحيح كابتن علاء عبد العال خد المخاطره ونزل لاعب مهاجم خطير قدر يسجل الهدف هدف المباراه بخطا لو يسمح لي يعني لو يسمح لي وانا بحترم جدا هذا اللاعب بس ده خطا فادح من رامي ربيعه فادح ليه بقى انا بقول خطا فادح من رامي ربيعه انا اتحدث عن مدافع له خبراته العديده مدافع دولي مدافع احترف في اوروبا مدافع كبير يعني ما ينفعش أي لاعب ممكن يلف بيه، ما ينفعش بس برضه دي مهارة لاعب الداخلية نحسبها له يعني